ازيكم يا جماعه؟ معاكم ايه؟ ورحبوا معايا باكتر موبايل عمل ضجه خلال الشهور اللي فاتت، وهو الشاومي ريدمي كي 20 برو. في الاول بس عايز اكد على نقطه مهمه جدا، ان انا شاري النسخه الصينيه، الموبايل لسه ما نزلش في اي اسواق. بس قبل ما نعرف ملابسات كونه هينزل الاسواق العربيه او السوق المصري ولا لا، خلينا الاول نعرف الموبايل ده عامل ضجة ليه اصلا. السنة اللي فاتت كلنا قعدنا نتفرج على شاومي وهي بتضرب قواعد التسعير بعرض الحائط باصدارهم للموبايل المشهور جدا البوكوفون، اللي بيقدم نفس مواصفات الفلاكشيبس بتاع 2018 ولكن بتلت تمن. فطبيعة الحال الناس منتظرة شاومي هتعمل ايه في البوكوفون الجيل التاني منه. يا ترى البوكوفون F2 هيبقى عامل ازاي؟ يا ترى هيبقى سعره كام؟ ولكن نفاجأ بالاخبار بتاع ان شاومي تخلت عن فكرة البوكوفون. بس شاومي ما سابتناش متعلقين وقدمت لنا موبايل بنفس استراتيجية البوكوفون ولكن تحت عائلة الريدمي باسم الكي 20 برو. وده مش الموبايل الوحيد، فيه كي 20 عادي كمان، ولكن الكي 20 برو هو اللي يعتبر قاتل الفلاكشيب لانه بيجي بمواصفات فلاكشيبس 2019، ويجي الكي 20 برو بسعر $350، يعني ما يعادل مصري 6500 جنيه او 7000 جنيه. فده يخلينا نقول ان الكي 20 برو هو كل ما كان يمكن ان نتوقعه من البوكوفون F2 واكتر كمان، بداية من التصميم بتاع الموبايل. البوكوفون كان تصميمه مصمت وهادي ومفهوش اي شيء ساطع ولا لافت للانتباه، ولكن هنا شاومي فرقعت تصميم الظهر بلون مجنون بينفجر من النص من اللون الاسود ويكب على الاطراف للون ازرق بتمويجة غريبة جدا عاملة زي شعلات النار بتاع البوتاجاز. المؤثرات البصرية اللي بيعملها دي بيحسك ان في ولعة حصلة. هو الظهر اللي بيتدرج من لون اسود للون مختلف عند الاطراف دي شفناها قبل كده في الاوبو فايند اكس، ولكن هنا التموج والمؤثرات دي هي الغريبة ومختلفة، بتفكرني بالاونر فيو 20. وشاومي ما وقفتش في الفرقعة عند كده، يعني عشان يقدم لك الشاشة اللي بتصميم بدون حواف تماما كان لازم يحطوا الكاميرا في موتور بوب اب كاميرا، اللي هو شيء بقى موجود في معظم الموبايلات دلوقتي، شفناه حتى في موبايلات يعني فئة اقتصادية كمان. ولكن هنا بقى عشان يزود لك معدل الابهار خلوا الموتور بينور، في جوه الموتور لمبه زرقاء بنفس لون الموبايل بتنور لما الموتور يطلع وتنور لما الموتور ينزل، وكمان اللمبه دي ضوءها بيبان من خلال دوريه عاملينها من فوق الموتور، والدوريه دي بتشتغل كلمبه اشعارات. كل شيء في الموبايل يحسك ان هو مشع، حتى الاطار المعدني اللي لف حوالين الجهاز باللون الازرق حاطين فيه زرار الباور باللون الاحمر. ولكن الفايده اللي انت بتاخدها من وجود الموتور بعيدا عن شكله بقى وان هو شكله روش وبتاع، ان انت هنا عندك شاشه بدون حواف تماما، الشاشه هنا سوبر اموليد وبريزوليوشن فول اتش دي بلس، وحقيقي الشاشه كويسه جدا وتجربه مشاهده المحتوى عليها كويس فعلا. هي طبعا مش مستوى الشاشات الفلاكشيبس الكبيره زي الايفون ولا الاس 10 ولا حتى الون بلس 7 برو، بس مقبوله جدا ومعقوله جدا. وما تنسوش سعر الموبايل، يعني دي مش نقطه اصلا تشتكي فيها. بس احلى حاجه عجباني في الشاشه هنا انها شاشه فلات ما فيهاش اي انحناءات ولا اتجاء، الظهر الزجاجي هو اللي منحني ومكبوب على الاطراف عشان وانت ماسك الموبايل يستقر في ايدك، ولان الشاشه هنا فلات فانت مش معرض ان بطن ايدك تعمل لمسات خاطئه على الشاشه. هو ده التنفيذ الصح، ان يبقى فيه اتجاهات في الظهر مش في الوش. بس الجسم بتاع الموبايل هنا طويل شويتين، فالمسكه بايد واحده مش مريحه قوي. واحلى حاجه ان مفيش هنا تضحيات، يعني عندك هيدفون جاك فوق وعندك يو اس بي سي تحت وعندك سماعات خارجيه، ولكن هي للاسف سماعات مونو مش دوال سبيكر. هي على سماعه مونو صوتها عالي وكويس جدا، ولكن البوكوفون كان بسماعه ستيريو كان دوال سبيكر، ف ليه يضحوا بحاجه زي كده؟ يعني شيء غريب. وطبعا قارئ البصمه هنا مدفون تحت الشاشه زي ما بنشوف في معظم الموبايلات دلوقتي، هو هنا قارئ بصمه اوبتيكال وشغال كويس جدا، واقدر اقول عليه في مستوى حاجه زي البي 30 برو او الوان بلس 7 برو، وافضل بكتير من قارئ البصمه بتاع الجلاكسي اس 10. بس جوانب التصميم مش هي اللي بتخلي الموبايل قاتل للفلاكشيبس او قاتل للموبايلات الرائده، عشان تحقق اللقب ده لازم تقدم مواصفات الفلاكشيبس، والكي 20 برو ما بيأثرش في الحته دي. عندك هنا اقوى معالج في العالم اي شركه تقدر تستخدمه اللي هو السناب دراجون 855، رامات 8 جيجا بايت، مساحه داخليه 256 جيجا بايت، مواصفات جباره. لا شك ان اداء الموبايل هنا تحفه، سريع جدا، بالاضافه الى سوفت وير شاومي السلس جدا الميو اي 10 اللي بقى فيه دلوقتي دارك مود عشان الشاشه الاموليد. فالموبايل حقيقي سريع جدا وبيطير في ايدك، والتنقل ما بين البرامج ما فيهوش اي مشكله، مفيش اي تعليقات ولا اي تهنيجات لاحظتها، الشيء اللي تتوقعه من موبايل فلاكشيب فعلا. كل ده مع بطاريه 4000 ملي امبير، يعني مفيش تضحيه في اداء البطاريه، وكمان الموبايل بيجي معاه شاحن سريع في العلبه. بس في نقطه كل موبايل بيدعي ان هو قاهر فلاكشيب بيقع فيها، وهي الكاميرات.
الاجيال الاولى من موبايلات ون بلس كانت الكاميرات بتاعها مش جامده قوي. البوكوفون كان موبايل كاميراته كويسه كل حاجه، ولكن ما كانتش افضل كاميرات طبعا، ولا كانت تقارن بالفلاكشيبس. فيا ترى ايه اللي شاومي عملته في الكي 20 برو؟ خلينا نتعرف على الكاميرات بتاع الموبايل ده. الريدمي كي 20 برو بيجي بثلاث كاميرات. الكاميرا الاساسيه هي بسنسور سوني 48 ميجا بكسل اللي شفناه كتير قوي السنه دي، بس طبعا الوضع الافتراضي بتاع التصوير هو 12 ميجا بكسل بس. وانا ما اقدرش اقول الحقيقه ان في استغلال قوي للسنسور القوي جدا ده، لان هنا انا بستخدم وضعيه ال 48 ميجا بكسل، الصور بتبقى عاديه، هي بتبقى 48 ميجا بكسل ولكن ما بتبقاش شارب قوي، بتبقى زيها زي نفس شاربنس الصور العاديه. وعندك هنا كاميرا تانية الترا وايد، وكاميرا ثالثه تليفوتو لغايه مرتين زوم، وده اللي بيديك مرونه جامده جدا في التصوير بزوايا مختلفه. الكاميرا الالترا وايد اللي بزاويه واسعه جدا شبه اللي عينك بتشوفه، اللي هي بقت ضروريه جدا في كل الموبايلات دلوقتي. الصور اللي بتطلع منها ليها لوك استثنائي جدا، بس هي هنا الكاميرا الالترا وايد فيها تفاصيل اقل ودايناميك رينج اضعف من الكاميرا الاساسيه. لما تصور صور بالكاميرا الاساسيه بوضعيه ال 12 ميجا بكسل بتطلع نتائج جيده جدا، شارب والوان كويسه ودايناميك رينج معقول. عشان ما اكدبش عليكم، هي مش افضل معالجه صور شفتها، ولكنها مش سيئه باي شكل من الاشكال. يعني اللي محسسني بكده ان ساعات الدايناميك رينج ما بيظبطش والحتت المنوره بتفرقع. عشان تعالج ده ممكن تصور بوضعيه النايت مود اللي بتخلي صور كونتراستي كده وفيها تفاصيل اكتر بكتير. بالنسبه لوضعيه البورتريه وتحديد الاطراف، ففي نقطه مهمه جدا هنا، هو ان انت عشان تاخد صور بورتريه لازم تاخدها باللينس الزوم، وكمان الصور نفسها بيبقى فيها بعض المشاكل زي ان تحديد الاطراف بيبقى ضعيف شويه، شيء نوعا ما غريب على شاومي. شاومي دايما متفوقه في تحديد الاطراف يعني. وكمان الدايناميك رينج في الصور البورتريه بيفرقع اكتر من الصور العاديه، بس ده مش في جميع الحالات. ساعات الصور بتظبط وبتطلع نتائج حلوه جدا وسينمائيه جدا. بالنسبه للكاميرا سيلف هنا 20 ميجا بكسل وبتطلع صور شارب جدا، ولكن الوانها الوان السكين تونز ما هياش جامده قوي، وكمان الديناميك رينج مره يصيب ومره يخيب، ما يعني ساعات بيظبط وساعات لا، مش عارف ليه. بس السيلفيات من ناحيه التفاصيل والشاربنس ما فيهاش اي مشكله، فقدرات الكاميرا هنا مش ضعيفه تماما. ومش بس في الصور كمان، لا كمان في الفيديو. هنا تقدر تصور 4K لغايه 60 فريم في الثانيه، وكمان تقدر تصور سلو موشن لغايه 960 فريم في الثانيه. اوفرول انا شايف ان الكاميرا كويسه جدا، ولكن لا تقهر اي فلاكشيب الحقيقه. اللي نقدر نقوله على الكاميرا هنا انها تقف صامده وتتسند على مواصفات الموبايل القوية التانية وتقدم لك باكج كاملة. الحقيقة الموبايل شبه متكامل، مش ناقصه حاجة عشان يأسر قلوبنا ونديله لقب كده أفضل موبايل بيقدم قيمة مقابل السعر. الحاجة الوحيدة اللي ناقصاه إنه مش موجود. للأسف بعد كل الكلام الحلو ده يؤسفني أبلغكم إن الكي 20 برو احتمال ما ينزلش الاسواق العربيه ولا مصر. المعلومات الاكيده ان اللي هينزل مصر هو الكي 20 العادي مش البرو، وهينزل باسم مختلف وهيتسمى مي 90. اتمنى ان هم يغيروا خطتهم وينزلوا الكي 20 برو، بس ده مش واضح انه هيحصل. يعني على الاقل حتى لو يسموه مي 90 برو، لان لو ما نزلوش مش عارف يبقى شاومي عملت الموبايل ده عشان تغزنا بيه ولا ايه، انا مش فاهم. يعني ما تفكرش انك تشتريه من بره، انا شاريه من بره وقف عليا ب 12000 جنيه، يعني 600 دولار او اكتر شويه كمان، اللي هو يعني لو هتشتري بالسعر ده روح اشتري فلاكش بحسن. لو ما نزلوهوش يبقى التفسير المنطقي الوحيد ان هم عاملين كده عشان الشاومي مي 9 العادي، اللي هو بيجي بنفس تقريبا مواصفات الموبايل ده، ولكن مش بنفس الديزاين ولا بالبوب اب كاميرا الروشه جدا. وكان المي 9 اغلى، المي 9 سعره 9000 جنيه. فالكلام ده بقى يطرح سؤال مهم جدا، ايه اللي بتكسبه لما تروح للمي 9، او ايه اللي بتخسره لما تروح للمي 9 وما تجيبش الكي 20 برو؟ هو ده اللي هنعرفه في فيديو قادم عن المي 9، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان ما يفوتكوش الفيديو ده. وقولوا لي في الكومنتات رايكم في الكي 20 برو، هل انتوا شايفين شاومي هتنزله ولا لا؟ انتوا رايكم ايه؟ يعني لو نزلوا اللي هو الكي 20 العادي بس اللي هو المي 90، هل ده بالنسبه لكم هيبقى كفايه، ولا انتوا عايزين الكي 20 برو؟ ولا يمكن تكون شاومي منزله الموبايل ده فرد عضلاته خلاص، اللي هو احنا شركه جامده وبنعرف ننزل قاهر فلاكشيب جامد؟ مش يمكن. سيبوا لي كل ارائكم وافكاركم في الكومنتات تحت، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للقناه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.